يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا، يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك، يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أيعيني رغيف عيش أسوقه لك، يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد، يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كلي محبا.